تم صبيحة أمس بفندق الأوراس توقيع اتفاقية الأولى من نوعها بين الهلال الأحمر الجزائري ومجموعة الساحل بلاس وكذا الشركة القابضة للنسيج والجلود الخاص بفئة الصم والبكم في الجزائر وكذا منطقة الساحل. في إطار التنمية المستدامة الذي صمد كل من الأحداث المناخية الحادة والتصحر من بين المخاطر الكبرى، كما تطرق أيضا هذا القانون إلى آليات التمويل لتعويض الخسائر المتكبدة بسبب الأحداث المناخية الحادة. أين أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أنه الذرع الإنساني للدولة الجزائرية التي تحمل على عاتقها أكبر مخيمات اللاجئين الصحراويين بما يعادل 170 ألف لاجئة، لسيما وأن الجزائر تعتبر منطقة عبور للأفارقة الفارين من الفقر واللا أمن. أنا أولا أريد أن أشير بأنه أول تجمع من هذا النوع يقع في الجزائر، أول مرة نجمع أكثر من 20 مؤسسة وطنية، جمعية وطنية أقول، من الهلال والصليب الأحمر لمنطقة الساحل ومنطقة الشرق الأوسط.